الآليات العملية الكفيلة بتنزيل الأمثل للإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسات الجهة لاختصاصاتها كان موضوع اجتماع للجنة القيادة الاستراتيجية لتتبع ورش الجهوية المتقدمة بالرباط. وشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والسبل الكفيلة بتعزيز الالتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات بغية تسريع تنزيل هذا الورش الملكي. اجتماع جد مهم اللي كان فيه يعني نقاش حول يعني تسريع بالتنزيل وحول عدة يعني اقتراحات لأجل العمل مع كل جهة على حدة حسب الخاصيات ديالها. المشاركون سلطوا خلال هذا اللقاء الضوء على مواضيع تتعلق بتدبير المياه وتعزيز الاستثمار على مستوى الجهات وفك العزلة عن الوسط القروي، وكذا إشكالات سياسة التعمير والإسكان في مختلف الجهات. سيدنا الله ينصرو، والدستور المغربي أعطى مركز الصدارة للمجالس الجهوية وللجهوية بصفة عامة المتقدمة، وهذا كيحثنا على التنزيل الصحيح للا تمركز وللا مركزية. هذا وكان قد جرى يوم 20 جانفي 2019 بأكادير التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسات اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات 12 بالمملكة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي نظمتها وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.